وبرضو عندنا مثلا راجل عظيم زي ويليام شكسبير مثلا لما كان بيقول ان الناس اللي بتحب دي اول ما يحب خلاص هو ما بيشوفش حاجه خالص. صح. بيبقى زي كده مش شايف اي حاجه قدامه. اترجمها. مرايه الحب عمياء. يا سلام يا شريف. شفت يا شريف؟ شفت؟ اسالني انا. ايوه بس انت عارف مرايه الحب عمياء دي مثلا لما مثلا بيبقى في الحبيب عيوب معينه فبيبقى اللي بيحبه الوحيد اللي مش شايفه. يعني مثلا ناس كتير تبقى حواليك تقول لك يا ابني طب ما تخلي بالك البنت مثلا ده فيها او كذابه او كذاب او ده احنا شفناه. بس مرايه الحب عامية دي بتتقال في الحته دي ان هو لا مش شايف اي عيوب في حبيبه. وخد بالك هي ده فعلا ما بيبانش يعني اي شخص وبيقدر يعدي. يعني دايما عارف بيبقى فيه رصيد كبير او كافي بيقدر يقعد يعدي في الموضوع. خليني اسالك. لا ما تسالش ايه يعني. لا خليني اسالك يا خطيب. ايوه. انت عملت اي حاجه مجنونه في حياتك عشان تعبر عن حبك ولا ايه؟ انا هقول لك. بطريقه الخطيب بقى. بطريقه الخطيب. والله انا مش متذكر حاجه قوي. ولا بس إيه؟ ها اغنيه ولا ايه؟ لا 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 ما مش أغنية. لا 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 مش اغنيه. لكن لا لكن انا دايما بحب كده مثلا يكون من ان لاخر في حاجه مفاجاه. مثلا المفاجاه دي ممكن تكون تكتب ايه من ان لاخر. من ان لاخر. ممكن تكون ورد, ممكن تكون حاجه حلو. مش معتاد ان انا اعملها. فدي بتبقى بالنسبه مثلا لمراتي انها بطوله. واخد بالك ازاي؟ تديها مانجا. ما بتاكلهاش الحمد لله رب العالمين. انا ما بتاكلهاش. انا الوحيد انا وبنوتي اللي بناكل مانجا في البيت. مفيش حد تاني يعني. احنا اللي بنقعد بقى هما يعني مانجا في السنه, مانجايه في السنه. لكن انا ولولا لا بنقعد بقى نمزمز بقى. تمزمز الدنيا. طيب الحمد لله. الحمد لله. فالبطولات بقى بتبقى البطولات مثلا ان انا مثلا اخدها مكان مطعم بقى انا حابه قوي. ممكن يكون مطعم شعبي جدا وبس ما ده احلى حاجه. ده احلى حاجه. انا بقى انا ده الطريق بتاعي في البطولات. أيوه. واخد بالك اللي هو البطن مغامره. مغامره معديه. انا بحب الموضوع ده قوي. يعني انا الشاور واللبس وانزل واخرج اكل. ايوه. وبعد ما اكل ما فيش بقى الهندمه دي يا جماعه واللي هو الواحد يبقى كده اللي هو زي ما بيقول كده بتبوظ. مش مشكله. تلاقي نفسك خدت جنب في الكنبه, خدت كرسي, اي حاجه خالص. مش قادر تتنفس ومش قادر تتحرك ومتعرفش الموضوع بيقلب معاك اللي هو ايه يلا انا هروح. يعني اروح. وباظت الخروجه بعد الاكل مش مشكله, بس هو احنا استمتعنا بالاكل. دي هنا كانت البطوله. يا سيدي بطولاتك. ايوه. الحمد لله ما سالنيش يا جماعه. الحمد لله عدى الموضوع. بس عجبتني. طب يعني لا ما انا جاي لك في الكلام. ما ايه ادوارك البطوليه؟ انت راجل ممثل دلوقتي عظيم. وبتعمل ادوار بطوليه كتير جدا. يعني هل تذكر في مره عملت مثلا دور بطولي مع حبيبتك المحبوبه بتاعتك في الحقيقه؟ يعني في الحقيقه طبعا. لا مع الحقيقه مالهاش دعوه بقى بالتمثيل. في الحقيقه ده. عملت ايه بطولي؟ لا انا عملت حاجات كتير. بص انا هقول لك حاجه. انا من النوع اللي هو ايه بقى على طول اللي في قلبي على لساني. يعني اللي هو في حاجه ممكن يقول لك يا عم مش في وقتها, او كان في كده مقوله زمان انا ما بحبهاش. اتقل على الرز يستوي. ايوه. انا ما بحبش هو العمر في كم تقل عشان واحد يقعد يستنى. لا عبر وقول. لكن من ناحيه لا عملت حاجات كتير. وقف في وسط الشارع اجيب صحابنا يصوروا مثلا لقطه معينه علشان اعترف بحاجه. لا يعني كان في حاجات طيش كتير قوي. طيش. شوف انا بقول لك طيش شباب. بس لو هيرجع الزمن تتعمل تاني. فيها من الرعونه والتوهج. لا في مفاجاه. ومثلا رايحه مكان مش عارفه ان انا موجود, او نازله عادي جدا مثلا حاجه تحت البيت تلاقي فيه مفاجاه, تلاقي فيه مسرح داير تحت. وده حصل يعني. يعني احكي لي الموقف. انت عايز تعرف بالتفصيل؟ ايوه عايز اعرف حاجه حصلت. المفاجاه حصلت مثلا مش عارف ايه حاجه عملتها انت. بص المفاجاه يعني الحاجه اللي حصلت يعني لما كان في طبعا حاجه زي ارتباط رسمي او كده قبل كده. كان الموضوع كله بيمشي ازاي اللي هو الاتفاق بقى مع الاخ مع الاب مع الام كده. يا جماعه والله انا بغششكم ان هي ايه يعني نزلت تجيب حاجه او كده. انا بقى في اللحظه دي ببقى ايه في البيت معاهم. بحضر بقى ايه بقى الاوضه مثلا بتاعتها والطرقه ومش عارف ايه. هي تخش من البيت تلاقي الاجواء دي كلها متغيره, بلالين بقى وورد احتفال مثلا بعيد ميلادها او بمناسبه المناسبات. بالظبط. لا بيبقى عيد ميلادها. يعني في الاغلب هو احتفال واحد علشان وهي فعلا ما بتكونش عارفه يعني مثلا. لا ما بتكونش عارفه خالص. ما هو انا بضطر افاجئ الاهل يعني افاجئهم اقول لهم انا جاي لكم النهارده. طب في ما حدش يقول لها. اوكي. يعني ما حدش يقول لها وهي ما فعلا ما بتكونش عارفه لان ما بتعرفش تخبي. يعني ده في الماضي القديم طبعا. ايوه
انا لسه كنت عايز اقول لك يعني برضو الموضوع رغم ان بيبقى فيه برضو حب وعشوائيه ورعونه كده وبهجه وكل حاجه بس في الاخر طبعا النصيب برضو هو اللي بيحتم علينا حاجات كتير بالزبط. ويا روحنا يمين يا روحنا شمال بس هو النصيب في الاخر بس احنا واحنا بنحب بعض احنا مستمتعين طبعا احنا مستمتعين بحياتنا ده برضو ده برضو بيخليني برضو اتطرق لموضوع الشريف اتطرق انت كده معاك الاغنيه كانت ايه معلش الحبر اتمسح ماشي انت نسيتها وانا نسيتها من آن لآخر من آن لآخر صح حبيبي عموري حبيبي لا ما انا قلتها بالعمور ماشي لا معلش مش هنخش على شغل بعض قول يعني هنتطرق لموضوع رائد الفضاء اللي سحب احجار يعني مهمه جدا من وكاله ناسا من المخزن عارف انت المخزن بتاع وكاله ناسا من على القمر الاحجار دي كانوا جايبينها من فوق من القمر بس هو لما اكتشفوا وكاله ناسا اكتشفت الموضوع ده وواجهته واتهمته بسرقه الاحجار دي فهو قال ان انا كنت بس عايز اعبر عن حبي لحبيبتي يعني هيقدم لها الاحجار دي في سبيل بص انا جايب لك من حته اكمل انا بقى الخبر كمل بقى يا جماعه هو متجوز وجاب الاحجار دي مين لحبيبته يعني ايه ده يعني هو حرامي وخاين بنت تانية وده كان تكلفتهم يا جماعه يعني ما يعادل 21 مليون دولار ده رقم انا بقول لك مش لمراته لحبيبته وكمان يعني هي كمان مدربه معاه في شغله وفي الاخر يعني راح مع اللي راح وبقى خلاص يعني عرفت مراته ان هو بيخونها وفي الاخر طلع حرام ياخد حاجات هو مش غير مصرح بيها يعني بس هو برضو الايجابي لان انا برضو ماسك الجزء الايجابي ماسك قسم الايجابيات انا واخد بالك الايجابي في الموضوع ان هو جاب لها حته من القمر يعني النهارده انا لما اروح لحبيبتي اقول لها خدي دي حته من القمر يا قمر يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا سيدي يا مطلع اغنيه ده يا سعدها يا هناها ده مطلع اغنيه دي هتمشي بقى لكل صاحباتها وكل الجروبس بقى تقول لهم انا صاحبي او حبيبي جاب لي حته من القمر طبعا ما حدش هيبقى مصدقها بس طبعا لما يعرفوا ان هو رائد فضاء وهم شغالين في ناسا فهي هتعمل ايه بقى هتاخد حته من الحجر تصورها وتقول والله يا جماعه اهو وتنزلها فطبعا وكاله ناسا تعرف فهيتقبض عليها وتقبض عليه وتقبض على الفريق كله والمفاجاه راحت مع اللي راح يعني راحت ويقعدوا بقى في السجن فاكره شفت الحب وصلنا لفين شفتي اهو كلنا ورا يعني ربنا يحفظنا يا جماعه يعني في الاول او في الاخر احنا بنتكلم معاكم في المواضيع الغريبه دي علشان فعلا نقول ان لا الراجل لا بيعرف يعبر ولسه في ناس كتير فعلا ممكن تكون بتفكر بره الصندوق وزي ما قلت وخطيب قال ان احنا في الاول او في الاخر يا جماعه عبروا اعملوا كل حاجه ممكن تكون غريبه لكن طبعا راعوا القانون ما كنتش اي حاجه مخالفه ما كنتش اي حاجه هتاذي بيها اي بني ادم وبلاش المفاجات اللي هي بتاعت ايه اللي هي فيها رعب فيها خضه انا استخبى في حته او عامل مثلا نفسي عامل ما اعرفش حادثه لا قدر الله او اي حاجه لان الحاجات دي يا جماعه فعلا انت ما تعرفش ايه اللي ممكن يكون رد الفعل للشخص اللي قدامك والجد يعني والهزار يتقلب لجد بالزبط. دي حاجه بحب ان انا يعني اكد عليها بالظبط يا شريف ربنا ان شاء الله يتوب علينا يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب